تفاوض وتهدد. يعني عندنا برضو في تهديدات مبطنة انه الاثيوبيون سيدافعون بدمائهم عن السد. ويعني مين قال جاب سيرة اي حاجة فيها اي تهديد، لكن يعني هي تفاوض وتهدد وتماطل وكل حاجة. لا، وده نائب قائد الجيش الاثيوبي بالامس له تصريح عجيب يقول المصريين يعرفون كيف ندير الحرب وهكذا. يعني في الحقيقة حالة يصعب فهمها ويصعب التعامل معها، وهي خارج المنطق وخارج القانون وخارج التاريخ أيضا.